من القدس معنا شادي الشرفة الخبير في الشأن الإسرائيلي. مرحبا بك سيد شادي. ماذا عسى نتنياهو فاعلا إذا وافقت حركة حماس على الصفقة التي أعلن عنها بايدن وأنها صفقة إسرائيلية، وإذا وضعنا في عين الاعتبار التهديدات من الوزيرين سموتريتش وبن غفير بالانسحاب وبالتالي حل الحكومة الإسرائيلية؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين. نعم، نتنياهو في مأزق حقيقي، مأزق حقيقي ليس فقط لأن سموتريتش وبن غفير كما هو متوقع سوف يرفضون الصفقة، إنما أيضا من أقطاب عديدة داخل حزب الليكود نفسه. نحن سمعنا عدة أصوات تعترض على الصفقة، وهناك تعبير يتفق عليه عدة أطراف، وهو تعبير صفقة الخنوع أو اتفاق الرضوخ، الذي هذا التعبير الذي يتم استخدامه. فبالتالي نتنياهو في مأزق حقيقي، وأعتقد وهو لا يستطيع أن ينفي أن الصفقة أو المقترح الذي قدم من إدارة بايدن هو بالأساس مقترح إسرائيلي وتم المصادقة عليه في مجلس الحرب الإسرائيلي، وثم الآن يسعى إلى التنصل من هذا الاتفاق. أنا بتقديري وحتى جهات بالمعارضة الإسرائيلية أيضا ضد الاتفاق، بني غانتس موقفه يشوبه الكثير من اللبس والضبابية، لأنه لا يريد أن يخسر القاعدة الشعبية اليمينية التي تزحف وتمتد بشكل كبير بالساحة الإسرائيلية، إلى جانب أقطاب أخرى بالمعارضة الإسرائيلية أيضا تعارض أي اتفاق لا يؤدي إلى ما يسمى إنهاء حماس أو إنهاء القدرات القتالية لحماس، مثل جدعان سعد الذي كان سابقا بالليكود والآن أحد أهم أقطاب المعارضة. فبالتالي هو أمام مأزق حقيقي ويسعى. أنا بتقديري ما الذي يريده نتنياهو، وهذا ما تدركه إدارة بايدن. إدارة بايدن تريد إنهاء هذه الحرب لأنها مقبلة على الانتخابات في 5 نوفمبر، ولا تريد أن تدخل الانتخابات ويوجد حرب في قطاع غزة نتيجة ما أسميه الانتفاضة الشعبية في كل أرجاء العالم، وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية المطالبة بإنهاء هذه الحرب. في هناك ضغوطات على الإدارة الأمريكية. ولكن ما الذي يسعى نتنياهو؟ بتقدير نتنياهو يريد، بناء على عدة تصريحات سمعناها من أقطاب مقربين من نتنياهو، بأن الحرب قد تستمر 6 إلى 7 شهور أخرى. نتنياهو ينتظر إلى الانتخابات الأمريكية، يريد إطالة الحرب حتى قدوم ترامب إلى الحكم، لأن نتنياهو يدرك أن قدرة المناورة على إدارة ترامب، وهذا ما شهدناه مسبقا عندما كان ترامب يحكم البيت الأبيض، بحيث أن ترامب أعلن واعترف بالقدس باعتبار أنها العاصمة الأبدية لإسرائيل. ترامب اعترف بمسألة ضم الجولان، استجاب للرغبة الإسرائيلية بإغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستجاب لمطلب الإسرائيلي بوقف دعم الأنروا، بمعنى أن ترامب يستجيب لكل ما يطلبه الإسرائيليين. فالمخطط الكبير لدى نتنياهو إطالة مدة الحرب وإقحام إدارة ترامب في حرب شاملة أن تدخل ضد الجبهة الشمالية تحديداً لبنان. هذا ما يراهن عليه نتنياهو. طيب، هذا على المستوى المتوسط، ولكن يعني هذا يشرح ما تفضلت به، يشرح موقف نتنياهو والمحيطين به، ولكنه لا يقدم جوابا لما هي الخطوة التي سيقوم بها نتنياهو إذا جاءه على سبيل المثال غدا الجواب من المقاومة الفلسطينية بأنها موافقة على الصفقة التي قال بايدن إنها إسرائيلية وعرضها بايدن. سؤال جيد، وهنا يجب أن نعرض ما هي الخيارات المتاحة أمام نتنياهو. الخيار الأول هو أن يرفض هذا المقترح، وبالتالي هذا سوف يقوده إلى عزلة دولية، خاصة وأن هذا المقترح هو بالأساس هو مقترح إسرائيلي. الخيار الثاني، وأيضا يعني الخيار الثاني المطروح حاليا، هو أن يقبل الاتفاق، ولكن مع تقديم بعض الملاحظات والتعديلات. أهم التعديلات أنه لا يريد إنهاء الحرب بشكل نهائي على قطاع غزة، وهذا أيضا سوف يخسر، ممكن أن يهدد إسقاط حكومته، ولكن في هناك مظلة حماية ممكن أن نوفرها لفيد لهذه الحكومة. الخيار الثالث وهو الأكثر واقعية أعتقد، أن يدخل نتنياهو في هذا الاتفاق للمرحلة الأولى، وبعد المرحلة الأولى يتم فض الاتفاق باعتبار أننا فشلنا في التوصل إلى الاتفاق حول المراحل الثانية، لأن في هناك لغم بناء على ما تسرب من هذا الاتفاق في ما بين
الفرق في المرحلة الانتقالية ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، لا يوجد ضمانات بأن تؤدي إلى مفاوضات جادة فعلا أن تؤدي إلى إنهاء الحرب. هذا اللغم الموجود ما بين المرحلة الأولى والثانية هي مساحة المناورة الوحيدة المتبقية أمام نتنياهو لاستمرار الحرب. هذه الخيارات الثلاثة الموجودة ولا يوجد خيار رابع يعني. طيب سيد شادي، هل تعتقد بأن طوق النجاة الذي تحدث عنه لبيد بالفعل يعني خيار مطروح حقا أمام نتنياهو، إذا وضعنا بعين الاعتبار بأن نتنياهو لا يثق بالمعارضة ولا يثق أيضا بجانتس ولا بأيزنكوت؟ صحيح، هذا خيار مطروح وهذا ما طرحته الآن، ولكن بنظري أنا نتنياهو يصعب عليه أن يقدم رقبته بأيدي لبيد الذي ينتظر إسقاطه. لا أعتقد أن هذا الخيار جدا واقعي، لكن بنفس الوقت هل يجب أن نسأل نفسنا سؤال مهم؟ هل يستطيع لبيد في حال قدم هذه المظلة للحكومة بعد انسحاب سموتريتش وبن غفير المفترضة، هل يستطيع لبيد أن يبقى في الحكومة وهذا الدعم أم يذهب إلى الانتخابات؟ خيار الانتخابات أيضا ليست مناسبة جدا للبيد، لأن كل استطلاعات الرأي تشير أن المعارضة الآن في أفضل حالاتها ممكن أن تحصل على 68 مقعد، في المقابل أفضل حالات للائتلاف الحالي اليميني 54 مقعد، ولكن 68 مقعد لا يستطيعين فيها تشكيل حكومة بسبب أن 10 مقاعد من ال 68 هي أساسا للعرب. فبالتالي وعدة أطراف بالمعارضة أعلنت مثل ليبرمان أنه لن يكون في حكومة تحت المظلة الأصوات العربية أو تحت مظلة ما سماه منصور عباس. فبالتالي حتى خيار إسقاط الحكومة من لبيد والدخول في انتخابات ليس الخيار المفضل لدى لبيد، وأيضا ليس الخيار المفضل لدى نتنياهو. من هنا حالة الهستيريا وحالة الهلع الموجودة لدى نتنياهو، فتبقى له الخيار يعني الأكثر قربا اللي هو انتظار انتخابات أمريكية، المماطلة وإدارة الظهير بدون إعلان رسمي للمقترح الأمريكي، نعم، أو ولكن الانتظار ربما موقف من حماس.